تشوف ايش الاخبار، تعالوا شوف ايش صاير، تعالوا نحلل النشره، علوم كثير منتشره، نمدح بعضها لكن اكيد ببعضها بنشره. من جديد نرحب فيكم في برنامجكم وش صاير، وفي بداية الحلقة اسمحوا لي أرحب بضيوفي. مساء الخير رشاء. مساء الورد عبد المحسن. مساء الخيرات سام. مساء النور والسرور، هلا والله عبد المحسن. طيب، في موضوع لازم نحسمه اليوم لازم نحسمه. السوبيا أمشي في الشوارع أشوف طوابير واقفين بس علشان يحصلون على هذا المشروب اللي يطلع في رمضان فقط. صح. بنفس الوقت أفتح تويتر ألقى كثير مو عاجبهم السوبيا، بل ينتقدونه بشكل كبير جدا. لذلك اليوم قررت أجيب معايا سوبيا. ليش قررت؟ حمراء وكمان بيضة. أنت تعرفين أصلا أنه في ألوان وفي بني كمان؟ أحلف والله أنا ببيتنا دائما أشوف الأحمر، ما أشوف الألوان الثانية. بس يعني قد جربتي؟ أبداً في حياتي ما جربته، وأتمنى ما أجربه أبداً. أوف، تتمنين ما تجربينه؟ ليش؟ لأنه فكرته مخيفة، فكرة شيء يعني له أكثر من 20 ساعة، أحس هذه مخيفة. صح. بالنسبة لي هو صامولي. أي دقيق سكر ويتخمر. صحيح. في موية 20 ساعة. اي، وبعدين يتصفى ويضاف له بعض النكهات. اذا صح. الاحمر احيانا يحطوا له فراوله، اذا البني يحطوا له تمر هندي. انت تدري عمره يرجع ل 800 سنه ورا؟ واو، عجيب. يلا نجرب. ما اتفقنا، تبغين الابيض ولا الاحمر؟ الابيض ولا الاحمر؟ مصر طبعا. الاحمر. الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بس مره لا نتحمس. اوكي، ونصب لي رشاء. ابي احسن من جد. لا تتحمس والله، شكله يحمس. بسم الله. يا انت بنت بنت شوي خلاص. إناف حسن الدنيا. حسن الدنيا. هذه في اللايف في المباشر ضروري. أنت أحمر ولا أبيض؟ أبيض. يا الله، هذه ما حسبنا حسابها. هذه ما حسبنا حسابها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا بحاول أساعدك. بسم الله. بس. طيب أنا عني بجرب الأحمر. بسم الله. ها، ابدأ يا سام. ريحته جميلة. ايه، بالنسبة للريحة فهي جميلة. شوف، لا الريحة برضو صحيح جميلة، عادية جدا. عادية. ها سام، وجهه ما يطمن. والله مو زي ما كنت متوقع، يعني شيء ما راح أشربه ثاني مرة، بس ما هو سيء. ما هو سيء أبدا، بس ما أشربه ثاني مرة. ايه؟ أنا ماني عارف ليش عليه طقم طاقق. ليش عليه طاقق؟ متعودين. ها رشا، كيف؟ اي، في هيل اظن. في هيل. صح، في هيل. اي في هيل. لا والله افضل مما توقعت بكثير. انا ها رشا، كميه سكر مش طبيعي. ممكن تستبدلينه عن باقي المشروبات؟ مره حالي. لا لا لا، مره حالي. في ناس يقولون يمغص البطن، فالله يعينكم ان شاء الله. اليوم عبد الحسن. بعد ايش كانت جغمه؟ بس بعد ايش تقول هذه المعلومه؟ كويس اني شربت جغمه واحده بس. لا مو بسيء جدا، مو بسيء. طيب ننتقل لفقرة الأخبار. السريعة. طيب الخبر الأول معانا الليلة، فنان تشكيلي سعودي يتوعد بمقاضاة فنانة بسبب لوحة التعبان. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاللوحة أشغلتنا والله. أي والله، من قبل رمضان بأسبوعين إلى يومكم، وفي أبديت وفي تحديثات على رسمة التعبان. الله لا يشغلنا. التعبان هذا أشغلنا. أي هو اللي رسمه واللي نسخه. عموما هذا اللي صار، إنه في فنانة سعودية صغيرة في السن، شابة، وطلعت في معرض الفن وعرضت لوحة لها. حلو. وشرحت عن اللوحة هذه، بعدها انتشر المقطع، فصاحب اللوحة الأصلية طلع وقال لا، هذه أصلاً هذه لوحتي. هذا المقطع شفناه، اللي هو الفنان عبد الكريم. يا سلام. قال إنه هذه رسمتي، بينما
نورة العمودي قالت أن هذه رسمتها ولا وفكرت خارج الصندوق وشرحتها وشرحتها أمام فايز المالكي مقطع انتشر فطلع الفنان الحقيقي قال لا هي ماخذ الرسمة مني إيش اللي صار بعد كذا حلو اللي صار إنه طبعاً هاجمتها وهذا وفي ناس قالوا صغيرة وما تعرف ولكن في ناس كثير هاجمتها الهجوم هذا طلع الفنان رجع الفنان عبد الكريم أيوة ورسم صورة سماها ريغريت أو الندم يمثل فيها لوحة الندم اللي قبل شوي عرضناها أصلاً صحيح أيوه. إنه لا ترى هي اعتذرت وإنه هي ندمت ولا تهاجمونها وصغيرة في العمر إيه أيوة إيش الأبديت إيش التحديث الجديد الآن بعد ما قال لا تهاجمونها طلع في مقطع حط اللوحة اللي سوالها لوحة الندم اللي عرضناها لوحة الندم وكب عليها وكان زعلان كب عليها إيش صار كان كب عليها بويا يعني خربها وطلع في مقطع يقول إنه ما زالت هي طالعة في حساب ثاني جديد وتعرض وهي اللي تكرمت والسارق يكرم وصاحب الفكرة لا يكرم وأنا سوف صح أنا شفت المقطع قال بأنه مسوي حساب جديد في السوشيال ميديا ومنزل صورة التعبان على الرغم أنها اعتذرت يمكن هذه كانت النقطة بالنسبة له وأنها جالسة تتكرم يس وهو زعلان أنه لا تتكرم شلون طبعاً هي الناس تدور وراء الترند صحيح. هي جالسة تتكرم اليوم لأنه صارت ترند مو علشان اللوحة صحيح الفكرة شوف الملكية الفكرية شيء لا يمكن أنك تتجاوزه بعيداً عن هذا الموضوع صعب عبد المحسن لما تطلع بفكرة أو شيء صح. يجيك واحد يأخذها باردة مبردة وبوضح شغلة أنا قبل الحلقة اتصلت على مختص في الملكية الفكرية قال ترى مو بلازم توثق لوحتك في الملكية الفكرية علشان تطالب بحقوقك بالضبط. يكفي أنك تقدر تثبت أنك رسمتها قبل الشخص اللي سرقها منك That's it حلو طيب ننتقل للخبر الثاني مسلسل الحشاشين يتصدر النسبة الأعلى مشاهدة ويثير الجدل بسبب اللغة والإسقاطات السياسية يا ساتر يا ساتر يا ساتر بالضبط. يعني اسمه الحشاشين وفيه إسقاطات سياسية كمان هو جدل ما بعده جدل اسمه طبعاً يمكن في كثير يعرفوا عن الموضوع هذا الأساسي وفي كثير عرفوا بعد ما جاء إنه الحشاشين هي فرقة هي أول فرقة كانت تمارس الاغتيالات السياسية من القرن الحداش ميلادي وأساسها طبعاً جاي واحد اسمه أو مؤسسها اسمه حسن الصباح وجاء من أصفهان ولكن صار جدل كثير ما بين مؤيد ومعارض ما بين اللغة ليش اللغة العامية وناس يقولوا لازم فصحى وناس يقولوا في أشياء تاريخية غير دقيقة وفي ناس يقولوا لا تمام ولكن في أشياء ذكية صراحة يعني من الناس اللي شافوا العمل وإنتاج العمل شافوا إنه الجرافيكس كان دقيق وذكي جدا لما نبين الإهرامات وأبو الهول مدفون لنصه لأنه في ذيك الحقبة لما جاء المؤسس يشوف المنتصر بالله كان هذا اللي فعلا صاير فهذه من الأشياء اللي صارت في المسلسل شكرا لك خلينا الآن ننتقل لفقرة بوست اليوم كل رمضان يصير نقاش حول زوجة الأخ وحجم المساعدات اللي تقدمها لعائلته على مائدة الإفطار علشان كذا بوست اليوم هو فيديو انتشر لوحدة كاتبة لحظة إدراك إني زوجة الأخ اللي تروح قبل الأذان بخمس دقائق طبعا فوق إنها رايحة قبل الأذان بخمس دقائق كمان الكيكة اللي جايبتها استفزت الناس خلونا نقرأ لكم تعليقات الناس كانوا لنا كون كاتب وجايبة كيكة اللي تنشب في الحلق بعد والله من جد هذه لو جت بدري ما دخلوها طيب في اختراع اسمه شاهي عصير يشربونه مع الكيكة لا تصيرون دقيقين بعد مرة الأمل كاتبة ليش تروحين انثبري ببيتك وكولي كيكتك خليها تنشب بحلقك لا ولا الدرجة ولا الدرجة يعني هي لازم توجب برضو يعني صدق الأمل صعدت الموضوع وبسرعة لا مو للدرجة أمل يعني خف شوي طيب مجرد طماطة كاتبة والكيكة ناشفة ذوبتي فوقها جلكسي على الأقل صدق حمام مويه للجلاكسي وحطيه فوق وانتهى هي خايفة عليهم من الأمراض والسكر صحيح. هذا بيجيب لهم الأمراض والله هذا اللي بيجيب الأمراض متابعينا على SBC لا تروحون بعيد تواصلوا معنا خلال الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام تيك توك سناب ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم
رجعنا لكم متابعينا على SBC برامج المسابقات على السوشيال ميديا في رمضان 2024. مسابقة آيفونات، مسابقة جوالات، مسابقة ريالات، مسابقة كوبونات، خلاص أشغلتونا كل شوي مسابقة جديدة. وش سالفة كل هالمسابقات؟ وهل فعلا فيها فايزين ولا بس كذا يضحكون علينا؟ هذا اللي راح نعرفه بفقرتنا برمضان البوستات سباق المسابقات. كل سنة تعودنا برمضان نشوف بالسوشيال ميديا كثير مسابقات، الناس صايمين ويحبون يتسلون وبنفس الوقت ودهم يفوزون بأي شيء، واللي يسوي المسابقة يجيه تفاعل كويس ومشاركات عديدة. بس هالسنة جماعة المسابقات شادين حيلهم بزيادة، صار الواحد يتمنى يدخل السوشيال ميديا ويشوف منشورات عادية ما لها علاقة بالمسابقات، لدرجة شفنا الأخت رهف عبرت عن هالشيء وكتبت بوست على حسابها بمنصة إكس تويتر سابقا، وقالت فيه خلاص عاد تراكم خربتوا التايم بالمسابقات، الشيء إذا زاد عن حده نقطتين. فالأخ بفارد وش تتوقعون رد عليها؟ رد عليها انقلب ضده، يا رب توفيقك، يحسبها مسابقة. أخ شايفين كيف ما في أمل؟ أما حماس البعض الكبير للفوز يخليهم يحاولون يعرفون أجوبة الأسئلة بأي طريقة ويصدقونها حتى لو كانت شوي مو منطقية، زي أختنا هنا هالبوست اللي انتشر بشكل واسع طلبت فيه من راعي المسابقة إنها حابة تجاوب قبل الكل، فهو رحمها وغششها الجواب بالخاص، وهي الله يعطيها العافية نشرته فوراً بالعام. والسؤال زي ما انتم شايفين كان من هو مؤسس علم الجبر، والجواب اللي نشرته غزوة أحد، يعني لا تعليق بصراحة. أما المسابقة اللي ما عليها أي كلام فهي مسابقة حبيبنا أبو سعيد، ورغم كل المجهودات العظيمة اللي مسويها إلا أنه الناس جالسة تطقطق للأسف. اللي كتب له القناة اللي تطلع لك وانت ترتب القنوات، واللي كتب له حروف بدون ألوف. بس للأمانة فالكون حب ينصفه ونشر بوست وصل لأكثر من 6.4 مليون مشاهدة، قال فيه يحذف كل الإجابات عشان يفوزك، إذا أحد فاز جائزته أنه يدعيله في مجلس بيتهم بدون ما يكلف على نفسه، أفضل واحد ممكن يسوي مسابقات في رمضان. بس الظاهر أنه جملة ما يكلف على نفسه زعلت أبو سعيد، لأنه اللي كتبها جحد كل التعب والتنسيق الديكوريشن اللي مسويه للمسابقة ورد عليه بهالبوست. بس تدرون شو المشكلة؟ أنه بهالمسابقة ما حد فايز، الكل خسران، حتى أبو سعيد نفسه، وهالشي باعترافه على فكرة. يا حبنا لك يا أخي. طبعاً لو بنكمل بنسولف عن مسابقة يزيد الراجحي ومسابقة غازي الذيابي، لا 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 لا، هذا بالذات ما رح نسولف عنه، لأنه غازي يحتاج فقرة كاملة خاصة باللي مسويه برمضان من شيلة ومسابقة وفعاليات، ونوعدكم نخصص له فقرة لحاله بالأيام الجاية إن شاء الله علشان تستنسون، ندري قديش تحبونه. وهنا السؤال الصعب لرشاء وسام، ليش المسابقات ما تظهر إلا في رمضان بالذات مع أنه تقدر السنة كلها تسوي فيها مسابقات؟ شوف أنا أحس هي المسابقات موجودة في كل السنة على فكرة، حلو. يصير التركيز برمضان أكثر، بس ترى المسابقات موجودة دائما. وين هذه المسابقات؟ دائما نشارك مضغوط بيتنا، الحلم، هي موجودة طول السنة. بس يعني الناس تركز عليها أكثر في رمضان. الناس تركز عليها في رمضان. أقصد لأنه الناس تركز أكثر بتلفزيون، فيصير في مسلسلات، فوازير رمضان اللي تعودنا عليها وإحنا صغار. والسوشيال ميديا انعكاس للتلفزيون. بالضبط. وانعكاس للثقافة بشكل عام، إحنا في البلاد العربية تعودنا. جردت العادة فوازير رمضان، شريهان، سمير غانم، فطوطة، نيلي، كلها كانت فوازير. طب ايش معنى هالسنه المسابقات اكثر من كل الفعاليات؟ خلاص تزيد هي ترند هبه ويمشوا المشاهير كثروا. المشاهير كثروا صحيح. طب احكوا لنا مواقفكم في المسابقات، قد شاركتوا بمسابقه وفزتوا؟ قد سويتوا مسابقه؟
يعني انا ريمبر ان انا قد سرقت جوال بابا وحاولت اشترك في مسابقه تلفزيونيه وما كان يدري، كل يوم يجي يقول في فلوس قاعد تنسحب مني بالجوال، هو ما يدري ان انا اللي مشتركه، عرفت؟ طبعا على السريع، ما يدري على السريع عندي مسابقه والفائز بيعزمني على السحور، افضل برنامج في التلفزيون في رمضان ايش هو؟ صعب السؤال، ما اعرف انا. سام حق التتر حق الافتتاح القناه، برنامج وش صاير اللي قبله؟ ما حد يبيع طبعا، وش صاير؟ ما حد بيعزمني. طيب نرجع مع فقرة بوست اليوم. طبعا بوست اليوم لوحدة رايحة بيت أهل زوجها وجايبة معاها حلا ناشف قبل الأذان بخمس دقائق. خلينا نشوف التعليقات اللي وصلتك. كان عندي تعليق غير هذا، بس بقرا تعليق سهم يقول يدورون تفاعل ويخربون افكار المتزوجات والمخفات يصدقونهم ويقلدونهم. سهم سوى تحديد للكل، بس بصراحه يعني معاه حق شوي قاعدين جزئيه. نبغى ترند. طيب في سوالفنا يقول او تقول عن نوعيه تتعمد وتدور المشاكل والناس مو فاضيه لتفاهتها، وانت اذا لاحظت زوجتك من هالنوع خله تنثبر في بيتكم تطبخ وتوتر نفسها، باختصار ما حد يبي يستقبلها هي وطبق. هذا تصعيد يعني الاخ مشتاق لاهله واخوانه، تحرمونه من شوفتهم علشان كيكة. مشاكل حريم وكيكة. الشام خريمة تقول متعبة نفسها تروح ضيفة، وين التعاون مع اهل الزوج لاعداد الفطور؟ يا جماعة تركوا، هي رايحة مع مين؟ اي زوجها، هو اللي اخرها، هو اللي سوق. بعد يعني كان وداها بدري شوي، هو اللي سوق. خليكم معانا، ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم. طيب يا أهلا، نرجع لفقرة بوست اليوم، نشوف التعليقات اللي وصلت لرشاء. طبعا نذكركم بالبوست، زوجة الأخ اللي رايحة حمولتها وهي شايلة، ولا قبل خمس دقائق آخر كيكة تكون بالمخبز إن شاء الله. طيب سيما قالت ما قصرت، أحسن من اللي تيجي ويدها فاضية. يا عيني عليك يا سيما، شوف الناس اللي تنظر للنصف الممتلئ من الكأس. أسكى دنيا قالت شفتها من بعيد أحسبها حبة دونت. حبة دونت، شكبر الدونت بهالحجم، هذه تدخل موسوعة جينيس. نورة قالت أحسن الظن، يمكن باقي الأغراض ورا. من جد شو احنا ما فكرنا فيه؟ الله الله يعني. تعلموا يا اخي، انا اغار ليش جايين هالناس المنطقيين عند يمكن من جد. شكرا على حسن الظن يا شيخ. صح. طيب خلونا نروح لفقره جديده وهي فقره رسائل. رمضان دايم مرتبط بذكريات الطفوله، ذكريات الحاره، وللجيل الجديد ذكريات الاونلاين. عموما احنا نزلنا نسال العالم وش ذكرياتهم في رمضان؟ يقول لك وش تتذكر من رمضان أيام الطفولة؟ رمضان أيام الطفولة زمان صراحة يفرق عن رمضان هذا يعني. هي ذكريات بابا فرحان، كانتها أجمل ذكريات بابا فرحان. والله أذكر السمبوسة واللقيمة طال عمرك وسلامتك. بس كثير من ضمنها يا أخي كنا في نهار رمضان وفي الليل وهذا نلعب الطائرة ونستورنا، وكان يعني أفضل من الأيام هذه. كان في كلمة قبل أذان المغرب للشيخ الطنطاوي الله يرحمه كنا نسمعها، وأيضا طاش ما طاش في أوج توهجه، كان جدا جدا يعني سرع عشان من يكون قدام التلفزيون أول واحد. مواليد التسعينات، لكن لحقت على شيء بسيط، عرفت؟ لحقت على المصاقيل وعلى بابا فرحان يعني، واسكان لا لا الطائره ما كانت فيه. لا والله لا والله، انا من يومي مع الغنم طال عمرك، اي مع الشايب وسلامتك. بعد العشاء كان نصلي تراويح، بعدين يا طائره يا مصاقيل تحديات هذه، او جدول بالسيكل. هذا هو رمضان زمان. بعد صلاه كان في برنامج نسمعه اللي هو أم حديجان، اللي هو الأستاذ الله يغفر له الله عبد العزيز الهزاع، كنا متابعين، واللي هو الله يغفر له كان علي الطنطاوي، ويعني كانت أيام جميلة. الله، أنا عجبني التقرير كثير صراحة، أثر فيني.
بابا فرحان انت اثر فيك بالذات. يعني هو ما جاء في بالي، عرفت اول ما انت قلت، بس لما هو حكى حرفيا رمضان زمان بابا فرحان فعلا. بابا فرحان الشيخ الطنطاوي. انتوا ايش ذكرياتكم في رمضان ايام الطفوله؟ طبعا في اشياء من الفعاليات اللي تكلموا كفعاليات ونشاط في رمضان كان اكثر من الان. الان طبعا اونلاين، اول لا تطلع وتسوي وتشوف الدنيا متغيره في رمضان. هذا من الجهه، من جهه المسلسلات اتذكر انا في بداياتي كانت بدايه القناه الثانيه السعوديه، وكان بدايه نشوف البرنامج كان امريكاز فانيست هوم فيديو او بالانجليزي كمان. كانت القناه الثانيه وكان أول مرة نشوف هذه المواقف اللي واحد يطيح من طاولة وكلها تكون لقطات حقيقية، والأشياء هذه كانت أول مرة تعرف، ما كان في دش وهذا، فكان لها طابع. طب إيه؟ أنا معك، بس في شغلة أبغى أختم فيها. رمضان زمان حلو ورمضان صح. الآن حلو، رمضان دائما جميل، إحنا اللي نخليه جميل ولا مو جميل يا جماعة. طبعا. أنا مو مع فكرة اللي يقول تغير رمضان، تغير الزمن، تغيرت الناس، لا، إحنا اللي نخلق الأجواء هذه، إحنا حتى في العيد مليون بالمئة. أنا انفعلت واجد جدا. طيب وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لقائنا فيكم بكرة يتجدد على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا، لأنفعل عليكم الحين مرة ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، ولو فاتتكم الحلقة تقدرون تشوفونها على شاهد، تطبيق الأولى، يوتيوب، في كل مكان موجودين. هذه البداية، غدا نكمل الحكاية.